بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي الزهراء المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحباء المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وعنوان هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام سوف يكون علاج وجع الرأس. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، حياكم الله شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سماحة الشيخ. في بداية الحلقة سماحة الشيخ، نتعرف على الأسباب التي تسبب وجع الرأس. نعم، نحن عندما نأتي إلى الأسباب، يعني من حيث المجموع نفهم من الروايات أن هناك أسباب لوجع الرأس ما ترجع إلى الحرارة، وهناك أسباب ما لوجع الرأس ما ترجع إلى البرودة. يعني جانب عندنا آلام رأس باردة وعندنا آلام رأس حارة. نعم. من حيث أن البدن يحمل أربعة أخلاط، وممكن كل الخلط في البدن يطغو، ممكن الإنسان تطغو عليه الحرارة والرطوبة، يعني يكون دم، وممكن تطغو عليه الحرارة والجفاف، وممكن البرودة والرطوبة، وممكن البرودة والجفاف. ولهذا عندما نأتي إلى هذا التقسيم الأربعة، يعني أربع تقسيمات موجودة، هذا ما استفدته من أستاذنا دكتور خيرنديش، هذا الشخص الذي تتلمذنا على يده هذه الأبحاث. الآن نحن عندما نأتي إلى الأمور الأربعة التي تسبب آلام الرأس، هناك عندنا آلام رأس صفراوي يعبرون عليه، يعني يأتيك الألم من قبل الحرارة والجفاف. الآن إذا تأتي إلى علائم هذا الألم، يعني المشاهد الكريم خلي يفهم، يقول أنا منين أعرف بأن هذا وجع رأسي من الحرارة حتى أعالجه بيش؟ أعالجه بالبرودة. منين أعرف؟ إلى علائم. أولا الوجع يبدأ من أمام الرأس، خلي يلتفت. نعم. يبدأ من أمام الرأس، يعني من الجبهة، يعني الوجع منتشر في الجبهة حتى في العيون. الوجع يبدأ من الرأس ويأخذ العيون ثم ينتشر. هذا وجع صفراوي، يعني وجع حار وجاف. ولهذا نحن عندما نأتي يزيد في الحر، إذا الإنسان مثلا بالصيف أكثر يبتلي بهذا الوجع، بالصيف أكثر يبتلي بهذا الوجع، أو يزيد هذا الوجع في استشمام العطور الحادة والحارة. نعم. مثل العنبر، مثل الياس، مثل العود الهندي. إذا الإنسان يشتم، بمجرد أن يشتم هذه الرائحة يجي له هذا الوجع، يتبين أن هذا الوجع سببه الحرارة، حرارة وجفاف. ولهذا أكثر هذا النوع من الوجع موجود في الرجال، الرجال أكثر يبتلون بهذا النوع من الوجع. لهذا علاجه ما هو؟ علاجه بحسب ما أخذناه من الرواية، يعني العامة، القاعدة العامة، داوي البارد بالحار والحار بالبارد. الآن هذا ألم جاءنا من الحرارة، كيف نعالجه؟ مثل الرائحة، مثل الخل، حموضات، كل شيء اللي حامض طبيعته باردة. ولذا إذا واحد ابتلى بهيج ألم اللي سببه الحرارة، يجي بالخل ويستشم الخل، يعني من أعماق وجوده يستشم، يأخذ له نفس عميق من الخل، بمجرد أن يأخذ له شوف دقائق يسكن الرأس، ألم الرأس يسكن عنده. هذا قضية مجربة، يعني اللي عنده ألم اللي ناشئ من شدة الحرارة ويزيد في الحرارة، بمجرد أن يستشم الخل هنا شوف الحرارة تخف عنده. ولهذا التفت إلى هذا المعنى. وبعد شربه للحموضات، مثل الليمون، يجيب له قلاص ويصب بماء ويعصر الليمون، وإذا يحب يخلي شوية عسل ويشرب، رأسا يخف عند الإنسان، شوف دقائق وإذا يخف هذا الألم. بعد الحجامة في الرأس وبين الكتفين،
الحجامة في الرأس وبين الكتفين هم تسبب أن هذا الألم يروح، لأن طبيعة الحجامة باردة ورطبة، وهذا الوجع جاي لك من الحرارة ومن الجفاف، فإذا أنت تقابل بالضد. من جملة الأمور سكنجبين. السكنجبين شلون صناعته؟ أساكو محمد بن زكريا الرازي عنده كتاب اسمه السكنجبينات، هو كتاب عربي مملوء بال يعني قريب ألف نوع من السكنجبينات موجودة. الآن هذا النوع الرائج يعني تجيب لك جزئين من العسل، نعم، وجزئين من عرق الهندباء، وجزء من الخل، خل العنب الطبيعي، تجيبه تشبش سوا والصب داخل الجلاس يعني بمقدار قليل، يعني مو تملئه، جدا قليل، وثم تزيد عليه الماء وليليه تشرب لك جلاس، هذا يخفض عندك الألم الرأس الذي ناشئ من شدة الحرارة والجفاف. وبعد الآن بالنسبة إلى هذا، بالنسبة إلى الألم اللي جاينا من الحرارة والجفاف، عندنا أوجاع رأس من ازدياد خلط الدم، يعني ازدياد الحرارة والرطوبة، شنو علائم هذا الوجع؟ علائم شنو؟ يقول أن الوجع يبدأ كذلك من الجبهة، لكن يبدأ من الجبهة ما يأخذ العيون، يبدأ من الجبهة ويأخذ كل الرأس، وله نبض يضرب في الشقيقة، أكو نوع نبض يضرب عندك، هذا جاي لك من الحرارة والرطوبة. فإذا عندما نأتي إلى علاجه، هسه هو يزيد هم بالحر باعتبار أنه حار، إذا الإنسان بالصيف يشوف يزداد عنده هذا الألم، أو تزيدها في الاستشمام الروائح الحادة والحارة مثل العنبر ومثل العود الهندي، إذا الإنسان يستشمها هاي يتبين أن أوجاع رأسه من الحرارة، نعم، فيقابلها بالبرودة. ولذا علاجه ما هو؟ مرحلتين حجامة، يعني بالشهر مرة، مرحلتين هذا الشهر مرة وشهر الجاي هم مرة في وسط الشهر القمري، يحتجم وين؟ بين الكتفين، يعني جد على العمود الفقري بين الكتفين، هذا اللي يعرفه الحجام. ثاني شيء بعد أسبوعين يحتجم في رأسه، من بعد أسبوعين من بعد ما احتجم بين الكتفين احتجم أين؟ احتجم على رأسه. هذا بالنسبة إلى الأوجاع التي ناشئة من الحرارة والرطوبة، الأول كان حرارة وجفاف، الثاني كان حرارة ورطوبة، الثالث أوجاع الرأس من ازدياد خلط البلغم، يعني ازدياد الحرارة البرودة والرطوبة، إذا ازدادت عند الإنسان تظهر آلام الرأس. من جملة آلام الآن علائمه أين؟ من أين نعرف أن هذا الألم اللي الآن صايبني براسي من البرودة؟ لأن الألم يبدأ من وراء الرأس، إذا كان الآلام الحارة تبدأ من الأمام والآلام الباردة تبدأ من أين؟ من وراء خلف الرأس، نعم. من هنا يعني نعرف نميز بين أن هذا الوجع الحار أم وجع بارد، إذا بدأ من الأمام هذا وجع حار، إذا بدأ من خلف الإنسان هذا وجع بارد. ولهذا أن الوجع يبدأ من خلف الرأس كذلك يأخذ الرقبة، حتى رقبة الإنسان تقوم تألمه، هذا ألم بارد، ولذا كنت عالجة بالأشياء الحارة، يزيد في البرودة ويكون معه حالة التقيؤ، تجي له حالة التقيؤ، يريد يتقيأ ما يقدر، لكن تجي له الحالة، هذا يتبين أن وجع رأسه سببه ومنشأه البلغم، يعني البرودة والرطوبة. بمجرد اللي تجي تدلك الرأس أو تدهن الرأس بدهن حار، شوف يرتاح، يتبين أن وجع رأسه منين؟ من البرودة، نعم. فإذن يعالجها بالأشياء الحارة. علاجه ما هو؟ شم الروائح الحادة، رائحة حادة وحارة مثل الياس، مثل عطر المحمدي، مثل العنبر، مثل العود الهندي، بس يستشم هذه الروائح شوفه يسكن عند الألم، لأن سبب الألم ما هو؟ سبب الألم البرودة، وهذه روائح حادة وحارة فتنفع الإنسان. كذلك تدهين الرأس مخصوصا اليافوخ، نعم، بدهن السمسم الإنسان يدهن رأسه، أو دهن حبة السوداء يدهن رأسه. ترك المأكولات الباردة خصوصا في الليل، مثل الروبة، مثل اللبن، مثل المشروبات الغازية، هذا يسبب أن الإنسان يرتاح، إذا يخفض هذا يقلل من هؤلاء من هذا المأكولات كذلك يرتاح الإنسان. فإذا هذا الألم البارد أكثر رائج عند النساء،
نعم. النساء أكثر يبتلن بهذا الألم، الرجال أكثر يبتلون بأوجاع رأس حارة، والنساء أكثر يبتلون بإيش؟ بالأوجاع الرأس الباردة. نعم. الآن هذا بالنسبة ثلاثة أوجاع، قلنا الصفراء، وقلنا الدم، وقلنا البلغم يعني أسباب لوجع الرأس، وقلنا الآن السوداء، السوداء يعني برودة وجفاف، ذاك كان برودة ورطوبة، هذا يكون برودة وجفاف. ولهذا عندما نأتي إلى علائمه، شلون تبدأ العلائم في أنه بارد وجاف؟ يقول معمولاً أنه يأخذ كل الرأس، شوف كل الرأس مو من جهة خاصة، يألم الحار، الألم الحار يبدأ من الجبين. نعم. والألم البارد معمولاً يبدأ منين؟ البلغمي يعني ذاك الرطب والبارد يبدأ من خلف الرأس، لكن بالنسبة إلى قضية السوداء يعني بارد وجاف يأخذ كل الرأس. ولذا أنت تشوف صاحب هذا الوجع يكون حساساً بالنور وحساساً بالصوت، جداً حساس، يحب الظلام، يتأذى من الازدحام والأصوات المزعجة، جداً يتأذى. هذا يتبين أن سببه البرودة والجفاف، مو البرودة والرطوبة. نعم. ذاك البرودة والرطوبة ما يتأذى من النور، ما يتأذى من الازدحامات، بين هذا يتأذى، يعني أكو فارق بين هذا وبين هذا. صحيح. الآن علاجه شنو؟ السكنجبين اللي يشرب الأقلاص، وبعد تدليك القدمين. هسه شنو ربط القدمين مع الرأس؟ هذا قضية مجربة. دلك الرجلين، الأقدام دلكن، حجر الأقدام دلكن، يشوف أن بدهن حار، وإذا الألم يخف. وأكو طريقة أخرى، إذا صابك هيك ألم بالأخص الآلام الحارة أو الآلام الباردة، العفو بالأخص الآلام الباردة، روح إلى الحمام، خلي لك طشت من الماء، وخلي الأقدام بالماء الحار، وإذا الألم يخف عندك. هاي طريقة سريعة. نعم. روح إلى الحمام، خلي أقدامك بماء حار، وإذا الألم يخف عندك سريعا. وبعد الحجامة بين الكتفين، مرحلتين الحجامة خلف الأذن. نعم. خلف الأذن، هذا تقلل هذا الوجع. تقطير دهن السمسم، دهن السمسم وهو من الذي ورد في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حينما نرجع إلى هذا الأمور. نعم. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم. راح نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع نواصل يا حضرتك. الله إن شاء الله. عقبال المشاهدين فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية. نعود وإياكم لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. حياك الله سماحة الشيخ. الله يحفظك. الله يبارك. إن شاء الله. قبل الفاصل ذكرت سماحة الشيخ العلاجات حسب القاعدة يعني المعروفة، هل يوجد علاج آخر حسب روايات ونص أهل البيت عليهم؟ نعم. أفضل الصلاة وأزكى السلام. كما ذكرنا حسب القاعدة المعروفة، نداوي الحارة بالبارد. نعم. والبارد بالحار. بالحار يعني هالقاعدة اللي نحن جئنا بعلاجات، لكن بالنسبة إلى النصوص الخاصة يعني أن النص ذكر أن فلان شيء نافع لوجع الرأس، أحدها الاستعاط بدهن السمسم. نعم. الاستعاط يعني أي شيء اللي تخليه في الأنف، دواء اللي يريق في الأنف يقولوا له استعاط. الآن يتبين أن هذا الألم يكون من الآلام الباردة. نعم. اللي أنت تجيب السمسم، لأن السمسم طبيعته شنو؟ حارة ورطبة، لهذا هذا نافع للآلام الباردة. ولهذا فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان وهو السمسم. الجلجلان يعني ذاك الدهن السمسم. بعد من جملة العلاجات قال التداوي بالماء والقرآن. ما شاء الله. يعني هذا أفضل علاج اللي إنسان يجي إلى القرآن، يجي إلى الماء. ولذا فقد روى عبد الله بن بسطام عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي الحسن العسكري عليه السلام قال حضرته يوما وقد شكى إليه بعض إخواننا، فقال يا ابن رسول الله إن أهلي يصيبهم كثيرا هذا الوجع الملعون.
بس يقول يا هذا ايش قد ما متأذي، يعبر عليه بالوجع الملعون. قال وما هو؟ الإمام قال له شنو هذا الوجع الملعون؟ قال فما هو؟ قال وجع الرأس. هذا وجع الرأس مأذيني، مثل ما كثير من المشاهدين ممكن متأذي من هذا الوجع. قال خذ قدحا من ماء، ماء معمول، يعني وين كان إذا ماء المطر بعد أفضل، لكن إذا لم يجد هذا الماء، قال قدحا من ماء واقرأ عليه أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يعني آية سورة الأنبياء آية 30، سورة الأنبياء آية 30 يقول اقرأ عليها هذه الآية ثم اشربه فإنه لا يضره إن شاء الله، إن شاء الله. يعني راح يرتفع الألم بمجرد قراءتك لسورة الأنبياء آية 30، تقرأ هاي الآية على الماء وشو، لكن العقيدة 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 أكيد. إذا عرفت أن هذا هو علاجك فهو يكون علاج لك. بعد من الأمور، من الأمور وين كان يعني سألان بالنسبة إلى أن هذه الرواية ممكن فيها نوع من الضعف، الرواية ممكن نوع فيها من الضعف، لكن نستطيع نجرب القضية، يعني نعتقد بهذا الأمر، ولو اعتقد الإنسان بحجر لكفى وكيف بآيات الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الحجامة، الحجامة وما أدراك ما الحجامة، وطالما نؤكد عليها في قضية حلقاتنا قضية الحجامة، لأن هاي القضية الحجامة منسية عند المسلمين للأسف، وللأسف الشديد، وهي من سنن رسول الله وسنن الأنبياء وسنة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فإذا إحنا نأكد عليها ونكرر عليها من باب حتى تنحي هذه السنة والناس يأخذون بها ويبتعدون عن الأمراض إن شاء الله. الآن ورد في الخصال عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من احتجم يوم الثلاثاء أو 17 أو 19 أو 21 من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلها، ما شاء الله، كل الأدواء يعني اللي تجي لك من الأمراض أنت ترتاح منها، وكان سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس، يعني زيادة على هالأمراض كلها عند خاصة شفاء لوجع الرأس والأضراس والأضراس والجنون والبرص والجذام. يعني الأدواء كلها على جانب، وهذن الـ 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 الأمراض هم على جانب، ولهذا أهل البيت يؤكدون على هذا المعنى، فهي تدل على أن الحجامة في أي يوم من الشهر تنفع لوجع الرأس، لكن لابد من مراعاة شروط الحجامة. نعم. هناك توجد شروط للحجامة، هذا في مكان إن شاء الله نذكر هذا المعنى. بعد من جملة الأمور التي هي بالنص نافعة لوجع الرأس شرب الماء الفاتر، وين؟ في الحمام. كنا نذكر شرب الماء الفاتر عند الإفطار، الآن نذكر شرب الماء الفاتر وين؟ بالحمام. يعني إذا دخلت الحمام، الماء الحمام تأخذ من ماء الفاتر من الحمام وتشرب. نعم. هذا يؤمنك ويبعد عنك وجع الرأس. ما شاء. ولذا جاء في الرسالة الذهبية للإمام الرضا، وإذا أردت دخول الحمام وأن لا تجد في رأسك ما يؤذيك فابدأ قبل دخولك بخمس جرع من ماء فاتر. ما شاء الله. جيب لك خمس جرع، اشرب ماء فاتر بالحمام. نعم. توجهش قد المسألة دقيقة بالحمام، فإنك تسلم من وجع الرأس. ما شاء الله. ما شوف بعينك، وأنا عندي جماعة طبقوا القضية بعد وجع الرأس ما أجالهم، يعني كان مدام أنه يشتكي من وجع الرأس، لكن بالأخص اللي جاي لك الوجع الرأس إما من البرودة أم من الحرارة، ظهرا أنه ماء الفاتر مع معناته أنه من البرودة يجي الحرارة عند الإنسان، فهذا الماء الفاتر ينفع الإنسان. فإنك تسلم من وجع الرأس والشقيقة، يعني تبين وجع الرأس شيء ووجع الشقيقة الذي نتكلم إن شاء الله عنه، وهو يعبرون عليه بالصداع. نعم. نتكلم عنه. فإذا هذا يتبين أن وجع الرأس شيء ووجع الشقيقة شيء آخر. نعم. لهذا الروايات يعبرون عليه بالصداع. هناك عوذة لوجع الرأس موجودة الآن، الإنسان يقدر، ورد في طب الأئمة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال من اشتكى رأسه فليمسح بيده وليقل أعوذ بالله الذي سكن له ما في البر والبحر وما في السماوات والأرض وهو السميع العليم
سبع مرات. ما شاء الله. يقرأ هذا الدعاء، يمسح على رأسه ويقرأ هذا الدعاء، يقول سبع مرات، فإنه يرفع عنه الوجع إن شاء الله. إذا عندك عقيدة بهذا الشيء، بمجرد أن طبق هذا العلاج الذي ورد عن أمة أهل البيت، وهو الدعاء، وكيف بك وأن الدعاء حتى يرد القضاء. نعم. هذا اللي يقول الحبة السوداء شفاء لكل داء إلا السام، بس الموت. سأل الإمام، قال له الرواية صحيحة من رسول الله؟ قال بلى. قال أعلمك شيء لم يستثني فيه رسول الله. شنو؟ قال الدعاء، يعني الدعاء حتى هو علاج للموت. ما شاء الله. وكيف لا يكون علاج لوجع الرأس؟ نعم. فإذا من باب أولى أن يكون علاج لوجع الرأس. بعد استجارة لوجع الرأس موجودة. قال عمرو ابن يزيد الصيقل، شكوت إلى أبي جعفر محمد، أبي جعفر ابن محمد عليه السلام، وجع الرأس وما أجد منه ليلا ونهارا، ما يفكني وجع الرأس ليل ونهار. قال ضع يدك عليه وقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم إني أستجير بك مما استجار به محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه. سبع مرات يكرر هذا المعنى، سكن ذلك عنه بإذن الله تعالى وحسن توفيقه. ما شاء الله. بمجرد أن يكرر هذا المعنى إن شاء الله يرتاح من وجع الرأس. قد بقى عندنا من الوقت، أحسنت حتى بارك الله فيكم، أعتقد أربع دقائق أو أكثر سماع الشيخ. نعم. تفضلوا. نعم. نستمر إن شاء الله. بارك الله. الآن إحنا عندنا عوذة لشكوى الرأس. هسه اللي يحب أن يراجع طب الأئمة. نعم. يشوف هذا العوذة لشكوى الرأس. عندك أسامي عظام لوجع الرأس. اللي يحب يراجع راجع طب الأئمة. عندك وجع الرأس المستمر يجي، فقد ورد عن داود الرقي قال حضرت أبا عبد الله الصادق عليه السلام وقد جاءه خراساني حاج جاي حج، فدخل عليه، دخل على الإمام سلام الله عليه وسلم، ثم سأله عن شيء من أمر الدين، فجعل الصادق يفسره، سأل مسائل دينية، قام الإمام سلام الله عليه يوضح له، ثم قال له يا ابن رسول الله ما زلت شاكيا منذ خرجت من منزلي. من أين تشتكي؟ من وجع الرأس. بويا راسي وجعني من يوم اللي خرجت من البيت إلى هالساعة، راسي وجعني. كثير من المشاهدين ممكن مبتلين بهذا الوجع. نعم. إيه نعم. فقال له قم من ساعتك هذه، هالساعة قم، فادخل الحمام ولا تبتدئن بشيء حتى تصب على رأسك سبعة أكف. تجيب الماء سبعة جفوف وتذب على رأسك سبع مرات، تذب على رأسك، تبدأ بهذه الحالة. توجد بعد أكف من ماء حار. نعم. من الماء الحار، يعني تبين أن هذا وجع رأسه. منين وجع رأسه؟ من ناحية البرودة. نعم. وسمي الله تعالى في كل مرة بسم الله، بسم الله، كل ما مر الذب على رأسك تقول بسم الله، فإنك لا تشتكي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. يعني الآن أنت جربها، يعني إذا أنت تسمعني الآن وعندك وجع رأس، كن على ثقة بالإمام الصادق سلام الله عليه، وإن كان هذا الرأس ناشئ من البرودة بالأخص، تروح إلى الحمام وتذب على رأسك سبع كفوف من الماء، وكل مرة تقول بسم الله بسم الله، إن شاء الله تبرأ بإذن الله تبارك وتعالى، واعرف أن علاجك بهذا. وبعد من جملة العلاجات آيات القرآن لوجع الرأس. نعم. راجع كتاب مكارم الأخلاق وموجود القضية. تعليق الأذان والإقامة، يعني شنو تعليق الأذان والإقامة؟ ورد في كتاب المكارم أنه يكتب الأذان والإقامة لرفع وجع الرأس ويعلق. تجيب لك ورقة بيضاء. نعم. وتكتب عليها الأذان وتكتب عليها الإقامة، ثم تطبقها، تخليها بشيء وتعلقها في رقبتك. هذا جدا نافع، نافع لوجع الرأس. نعم. إذا عندكم سؤال، يعني هذا شوف الوقت يعني لا يداهمنا. نعم. بارك الله بكم. نعم. عندنا سؤال واحد سماح الشيخ هو متبقي، هل توجد هناك حمية خاصة عن الطعام لاتقاء آلام الرأس؟ نعم.
الحمية يكون بحسب ألم الرأس. إذا كان ألم الرأس من الحرارة نعم. تحتمي من الأشياء الحارة مثلا لحم الغنم حار، مثلا التمر شديد الإنسان يأكلها حار، يتقي الأمور الحارة مثلا زيت حار يتقي هذه الأمور، الروائح الحارة يتقيها، ما أدري العطور الحارة مثلا كالعنبر الياس محمدي العود الهندي كذلك يتقيها، حتى الألوان الحارة نعم. يعني لا تحدد النظر في لون الأحمر يزيدك ألما، لا تحدد النظر في اللون الأصفر يزيدك ألما، لأن هذني من الألوان الحارة. شايف الطفل إذا كيف نعرف أنه لون حار؟ انظر إلى الطفل حينما ينظر اللون الأحمر كأنه يهيج، كأن ترتفع عند سعر الحرارية صحيح. وهذا يدل على أن هذا اللون لون حار. ولهذا هؤلاء اللي مبتلين بأمراض نفسية وماخذين كآبة باعتبار مرضهم ناشئ من البرودة، كن جيب لهم ألوان حمراء، جيب لهم ألوان صفراء، تتخذ الألوان في الغرفة، يلبس ملابس حمراء، يلبس ملابس صفراء، يزيد الإنسان نشاط لأنه فيه نوع من الحرارة. وإذا كان وجع الرأس من البرودة لابد من الامتناع ذوي الروائح الباردة مثل الخال، مثل الحموضات، الألوان الاصطناعية، الأطعمة الباردة كلحم البقر، الشاي، الروبة، اللبن، هاي كلها باردة يتخذها يمتنع من عندها حتى يخف عنده ألم الرأس. أحسنتم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم، بارك الله بكم، الله يحفظكم وأيدكم إن شاء الله. سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، شكرا جزيلا إن شاء الله بخدمتكم الله حبيبي، الله يأيدكم إن شاء الله. نعم أحبائي المشاهدين، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت، عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. يمكنكم أيها الأحبة الكرام إبداء استفسارات أو آراء أو أسئلة حول البرنامج وزيارة الصفحة الموجودة على الفيسبوك باسم الرادود الإعلامي حسين الأميري. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.